اللي هو المنسل، اللي هو المنسل والخامه من جوه زي ده تركي يا جماعه، اصلي حاجه كده قمر، 10 الوان موجودين منه. رسمه بطبع مختلف، كلها متاحه. ادي 2 تمام، ادي 3، ادي 4. عرض النهارده عليه ب 75. ب 75؟ لا ده زارا كده ب 200 تركي يا جماعه، حاجه قمر ب 150 سنجل. في منه اربع الوان، بصوا الوانه كلها. لا وهياخدوا طبعات مختلفه يا جماعه، مطبوعه من ورا وطباعه ورا، حلو قوي قوي. كل ده معانا على 200 جنيه. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا ولا وايه، حاجه معانا على 125 مستورد، بس كل ده معانا ب 75 جنيه اوفر سايز. حلو قوي، تسلم ايدك. في الابيض، وبصوا النقشه دي هي لونها خصيصا للاجسام الكبيره. تمام كل ده معانا على 75 جنيه، شغل لوكسيات حلو قوي. كل ده معانا على 125، على 125 جنيه لوكسيات. ده ب 200 جنيه تركي اصلي، حلو قوي. حياقه مستوره تمام، ده بيكا. في بقى البيكا الساده حلو قوي برده، هيبقى ب 200 جنيه، وده برده مستورد. ده مستورد اللي بيبوظ بتاعه. لا هم عارفين جمله، فبنبيع الاسعار باقل كمان من سعر الجمله. بيك الخمس سنجل، السنجل الليكرا اللي هي قوي برده، ده كله ب 200 جنيه. كل ده معانا على 125 جنيه مستورد. كل ده معانا على 150 جنيه، 150 جنيه يعني موديلات كتير. اي قميص مستورد من دول على 200. دور لنا كده يا جرجس. بصوا يا جماعه الجمال ده كله على 150 جنيه سنجل الليكرا. كل ده معانا على 75 جنيه. ده 14، ده 14. انا عايزه اقول لكم دي معانا ب 150، وده الاحمر وده المسترد. عروض يا جماعه عند البيت السوداني. اكس 2 تمام، 3 4 5. الظهر ساده زي ما انتم شايفين، على 125 جنيه. 125 جنيه ده الترندات ده يا جماعه، ده شغل الترندات. حلو تمام، معانا 3 مرتاح. وده معانا النهارده بكام؟ 125 جنيه، وكل ده شغل الموديل اللي على جرجس. بصوا سلاسل يا جماعه، انا عايزه بس اربطه. يعني حلو قوي. ده ال 10 اكس، ده 10 اكس يا جماعه. 75 جنيه بدرجات الوانه، خمس الوان على 75، حد 5 اكس ب 170 جنيه، ابيض واسود يا جماعه. كل ده معانا على 170 جنيه. عامل 60 جنيه، ده ب 60 جنيه. دي ورا مش قدام. تمام، كل ده ب 170، ده معانا على 125، ده معانا على 60 جنيه. تسلم انه جايبه بالسعر ده، انا بوريك. معاه على 60 جنيه يلبس منه لحد 10 اكس. لحد 10 اكس اركواز تمام، اسود بموديلات ثانيه. كل ده مستورد على 125 جنيه، ثلاث الوان. دي الوان ليه موجود منه درجات الوان كتير، شغل المصيف ده. المقاس الكبير حبينا نوريكم. تلبسوا على باديز اللي انا لابسه ساده كده تمام، حلو قوي. ممكن يقفلوه اكس ب 150 جنيه. اول بكل مراحله، في تيشيرت اولادي، في ترنج اولادي، في بنطلون اولادي، في فيست اولادي، في ترنجات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا جرجس؟ ست الكل، صباح الفل، صباح النور. النهارده عروض بقى البيت السوداني. انا النهارده عامل لكم عروض لمده اسبوع. العروض دي قلنا لمده 10 ايام، لمده 10 ايام عشان ام مكه. تمام، مش هيلاقوها في اي مكان، وعرض لهم كل حاجه. يعني الاوفر سايز عندنا بيبتدي من 70 جنيه لحد المستورد، فكل الاسعار موجوده. تمام، علشان في فيديوهات منتشره كتير يقول لك الاوفر سايز ب 70 كله، كل حاجه انا جايبها لهم. وهي خامات يا جماعه، يعني بيبقى نفس الموديل على خامات زي ما حضرتك. بصوا ده اول موديل معانا اوفر سايز، اللي هو مش متني ولا مسرفل. اللي هو العادي، اللي هو المنسل، اللي هو المنسل والخامه من جوه زي البيكه كده. بالظبط. تمام، حلو قوي. ده اللي هو الاوفر سايز. ده عامل كام؟ منه ثلاث الوان. ثلاث الوان. ادي لون، ادي لون، والاورنج لون. طب قولي على لون الاورنج ده سعره كام عشان اخد سكرين. والاحمر اللي انا لابسه كام معانا؟ ده المفروض كده في القطعه ب 100 جنيه، انا عامل لهم عرض النهارده عليه ب 75. ب 75؟ لا ده زارا كمان. ده زارا يا جماعه اوفر سايز، عامل معانا 75 جنيه. ده شكله يعني في اللبس اهو يا جماعه، بالوانه ب 75 جنيه. يعني القطعه ب 225. تمام، بس تقدروا تاخده بالقطعه. تمام، وهو زي ما حضرتك بصوا هو ده الشغل الاوفر سايز يا جماعه على 75 جنيه. ده عليا انا يلبس اتخن. تمام، 80 كيلو. كل ده معانا على 75. تمام، تسلم ايدك. تمام، بص الموديل التاني ده برضو يا جماعه، كمان موديل اوفر سايز برضو. ده اوفر سايز، الظهر بتاعه فوطه، الظهر فوطه، حلو قوي. عامل زي البيكا يا جماعه، مطبوعه من ورا وطباعه ورا، حلو قوي قوي. منه اربع الوان، اربع الوان لون. تسلم. سعره ايه بس عشان باخد برضو؟ 75 برضو. ب 75؟ طب والله تحفه. لو القطعه برضو هتبقى ب 100 جنيه. تمام، القطعه ب 100. ورينا الظهر كده يا جرجس. كل ده معانا ب 75 جنيه اوفر سايز يا جماعه، شغل لوكسيات. اقل حاجه في العرض قطعتين، يعني لو هياخدوا اثنين ب 150. تمام، كل ده معانا على 75 جنيه اوفر سايز، ياخدوا 72 جنيه. اتنين من نفس الموديل ولا من نفس؟ عادي يعني، يعني ممكن قطعه من دي وقطعه من دي. تمام، تدور لنا الظهر كده وريه لنا يا جرجس. كل ده معانا على 75 جنيه، شغل لوكسيات حلو قوي. ده اكبر مقاس فيه برضه. يجيب 2 اكس. انا يلبس اتخن سنه. هو 2 اكس مرتاح. تمام، بصوا الشغل ده برضه حلو قوي. حياقه مستورد تمام، سنجل لكرا.
حلو قوي قوي. ده الخامه اللي هي الفتافيت. اه دي فتافيت بس مستورده. حلو قوي قوي. في منه ده الساده من ورا وفي منه كمان مطبوع. وده عامل كام سعره؟ منه اربع الوان. دي القطعه اصلا المفروض 175 النهارده، عليها عرض النهارده 150 جنيه. يعني القطعه بص يا جماعه، موضوع العروض في بدايه الصيف ده موضوع ما صعب يعني. كل ده معانا 150. احنا هنا جمله فبنبيع الاسعار باقل كمان من سعر الجمله للمشتري. افرد لنا قطعتين كده. تمام. منه اربع الوان. كل ده معانا على 150 جنيه. على 150 جنيه. تمام. بصوا ده برضو يعني، بصوا افرد لنا قطعه ساده مع قطعه الوان. بصوا كده كل ده معانا على 75 جنيه. كل ده عروض يا جماعه عند البيت السوداني على 75. موديلات والوان. دي خامه سنجل ليكرا. تمام. هو ده مستورد مش مصري. تمام. كل ده معانا على 75 جنيه بالوان وموديلات. اربع الوان يعني تقريبا 10 الوان من كل موديل بنعرضه. تمام. تسلم ايدك. بصوا معانا برضو شغل الترندات ده يا جماعه. ده شغل الترندات. حلو قوي. بقى شغل العيد اهو. تمام. يعني اللي ما انا عايزه بس اقرب لكم على الموديل اللي على جرجس. بصوا السلاسل يا جماعه، انا عايزه بس اقرب لكم. وده تلبيسه يعني. حلو قوي. ده في منه مقاسات. تمام. لارج اكس 2. تمام. اللي انا لابسه ده مقاس لارج. حلو يعني قوي. في ال 2 اكس ممكن يلبس 100 كيلو. وعامل كام معانا؟ كل الموديلات بتاعته. ممكن طبعا في شباب ما بتحبش السلاسل بس شكله حلو. هي شكلها حلو شيك وسلاسل على الجيب كده. هو تمام. ساده من ورا بس من في حاجات عليها طبع وفي حاجات لا. في منه 10 موديلات يعني. وده عامل كام معانا ده قبل ما نرميه؟ بس ده موديل قبل ما نرميه كام؟ بص هو القطعه 200 بس احنا عاملين عليها العرض النهارده 170. 170. بصوا ابيض واسود يا جماعه. كل ده معانا على 170 جنيه. شغل العيب ب 170. ده موديل تاني. ده موديل برده تاني. كل ده ب 170. موديل كده بشنطه بس الشنطه دي ورا مش قدام. تمام. كل ده ب 170 من قدام. تسلم ايديك. 10 موديلات ب 10 اشكال على 170. على 170 جنيه. تسلم ايديك. ده شغل العيد. الشغل ده لسه نازل حصري، لسه نازل امبارح ومصورين النهارده. تمام. تسلم ايدك يا جريس. ندخل بقى على شغل القمصان. حاجه كده قمر. ده عرض قميص. القميص ده كتان مستورد. ده كتان مستورد. بصي اللون ده مستورد. يعني ايه مستورد؟ يعني اللون ده كده بيبقى غير اللي جوه. غير اللي جوه. ما بيرميش يعني. حلو قوي قوي. بص شكله. ده انا عامل لكم عرض عليه النهارده. اللي هياخد اربعه ب 500 جنيه. يعني القطعه 160 تقريبا. 125. 125. اربعه معلش 500 سوري. وفي منه 125. بص يعني كل ده معانا على 125 مستورد. 125. تمام. حلو قوي قوي. افرد لي اللونين بعيد عن بعض كده يا جرجس. بص يا جماعه كل ده مستورد على 125 جنيه. ثلاث الوان. تمام. يلفوا العتبه ويلفوا الموسكي ويلفوا كل الاماكن ويشوفوا الاسعار. تسلم ايديك. 125 ده نص يا جماعه النهارده عشان ام مكه. تمام. تسلم ايديك. في ناس طلبت ان انا اصور الشغل بس انا مش كل الصور متصور على التليجرام فانا بقيس لهم علشان يشوفوا الحاجه. تمام. كل ده مستورد على 125. بصوا معانا شكل تاني برضو زي كده. ده تاني في الهواي برضو. ده هواي برضو. يعني ده ممكن في شباب تحبه ممكن تلبسه على بادي زي اللي انا لابسه ساده كده. تمام. حلو قوي. ممكن يقفلوه. تمام. ده مقاس اكس لارج. ده اكس لارج. منه لحد 2 اكس. لحد 2 اكس يا جماعه موجود. اربع الوان برضو يعني. عرض 125. ده برضو عرض. طب عايزين نقول بس اللي مش عايز اربعه وعايز بالقطعه. ده عرض 125 عشان ما قلناش بكام. هيبقى ب 150 جنيه. 135. لا و 150 جنيه برضو خدي بالك مش سعر جملته اصلا. طب 140 للمتابعة. كده انا عامل صفقة فيها مع صاحب المسلسل. 140 يا جرجس. 140 عشان خاطرك يا ماما. تمام. افرد لنا اللونين كده. كل ده معانا 500 جنيه. يعني القطعة ب 125. خدي بالك هو لو جه ينقي الاربعة مش هيختار في موديل يعني. اللي بيلبس قمصان هياخد الاربعة. يعني عندك ادي لون. كل ده معانا على 125 جنيه قمصان مستوردة اهو يا جماعة. ادي ثلاثة. حلو قوي. كل ده معانا اربع الوان والاربعة احلى من بعض. تمام. على 125. حوالي خمس نقشات. تسلم ايدك على 125 جنيه. تمام. بصوا شكل المصايف. كل ده شغل المصايف. ده المقاس كبير. ده مقاس. حبينا نوريكم برضو. تمام. يجيب معانا 95. 90. 90. حلو عشان ما حدش 100 يشحن ويلاقي مقاس صغير. انا 80 معرفش. لا يجيب 90. يجيب اكتر يعني. تمام. على حسب الطول برضو يا جماعه. ده برضو داخل العرض. داخل 125 برضو. كل ده ب 125 جنيه مستورد. ده روعه. حلو قوي. والخامه بتاعته جبردين مستورده يعني. حلو قوي قوي. يعني انا برضو حتى في العروض ما بجيبش خامات وخلاص. تمام. اللي بيبوظ بتاعه. لا هم عارفين. انا بجيب عارفين. خامات انا البسها قبل ما البس المتابعين والزباين بتوعي. تمام. وكل ده معانا على 125 جنيه و 140 للقطعه. ويعدوا بقى الوان يعني. استنى لنا ناخد سكرين على المستر ده. كل ده معانا يا جماعه على 125 جنيه. 125 جنيه داخل العرض. تمام. داخل العرض. خارج العرض ب 140 لمده 10 ايام. لمده 10 ايام. تمام. لمده 10 ايام يا جماعه. ثلاث الوان اهو. دول ثلاث الوان منه زي ما انتم شايفين على 125. برضه لو حبوا يلبسوه على بادي كده شغال او يتقفل. تمام. تمام.
ده برضو داخل العرض معانا. ده برضو داخل العرض. انا جايب حوالي 7 اشكال في العرض. تمام. وسبع اشكال كل شكل في منهم 4 الوان واربع مقاسات. حلو قوي. يعني ما بعملش عروض على حاجة مش موجودة. تمام. تسلم تمام. ايدك. ده برضو داخل العرض. برضو لو هينزلوا طلعة حرب ولا كل الاماكن العالية باقل واجب 250 جنيه. ده بالوانه يعني يا جماعة. بنبيعه بنص الساعة. تسلم ايدك. ده نفس اللون اللي معانا. هتفرد لي اللونين دول بعيد عن بعض كده ناخد سكرين. وكل ده معانا على 125 جنيه مستورد. تمام. تسلم ايديك. قطع والقطع ب 125. لو هتاخدوا قطعه تبقى ب 140. 140. 4 قطع ب 500 على طول. 140 عشان خاطر امهم. الله يخليك. كل ده معانا وزي ما انتم شايفين على 125 داخل العرض. والخامه جبردين مبرد. الخامه بتاعته تحفه. من جوه حلو اللون غير اللي بره. يعني ما بيطبعش لون جوه. انا عايز اقول لكم الخامه تحفه. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. تمام. بصوا معانا اللي جاي ده برضو حلو قوي قوي. ده الاساسي فيه الابيض. وبصوا النقشة دي هي لونها بيتغير. هو 3 الوان. عشان بس يبقى يعني معروف. بص كده ده لون اسمه ايه ده؟ نبيتي. نبيتي غامق. ده ميدجي كافي او نبيتي. يعني مش باين قوي. وده الاحمر وده المسترد. 3 الوان ليه زي ما انت شايفين. 3 الوان احلى من بعض. والرسمة رايقة خالص. رايقة قوي. الناس اللي بتحب الحاجات الهادية. بالظبط كده. تمام. برضه ميديم لارج اكس 2. وده برضه عامل كام معانا؟ اللي انا لابسه ده برضه اكس لارج. ده لسه جوه داخل العرض. ده برضه معانا على 125 جنيه. وكل ده شغل مستورد. يعني الاربعة ب 500. تمام. تسلم ايديك. كل ده ب 125. تمام. بصوا الشغل ده بقى عايز اقول لكم شغل رايق. ده حلو بقى قوي. الساده. وده ده بقى اللي ده خارج العروض. ده خارج العروض خالص. القميص ده كده ب 200 جنيه. ده معانا هيبقى ب 200 جنيه. القميص في اللي انا عرضته ده سعره الرسمي 200 جنيه. تمام. عاملين عليه عروض كده عشان كل سنه وهم طيبين. وانت طيب وبخير والصحه والسلامه. بصوا ده معانا هيبقى ب 200 جنيه. وده برضو مستورد. ده مستورد. والخامه جسيم ولبس. باظت برضو بتاعه. لا من جوه الخامه عامله زي البيكا يا جماعه. ظهر البيكا كده محترم جدا. يعني تسلم ايديك. بيمشي حتى لو سويت بنز اللي انا لابسه كده بيمشي عليه. بيمشي على قميص على بنطلون كلاسيك على تمام. بنطلون جينز. وبص حضرتك دي كل الالوان. انا عايز اقول لك فاتوره الوان يا جماعه. بصوا كل دي الوان ليه. موجود منه درجات الوان كتير موجود. وكل ده معانا على 200. اصفر اهو في تركواز. تمام. اسود بموديلات ثانيه. تمام. مقلم. كل ده ب 200. ده كله ب 200 جنيه. كل ده ب 200 جنيه. في حاجه زي كده بنجلين. طب عامل كام؟ 3 الوان برضو 200 جنيه. ده برضو ب 200. كل الحاجات اللي انا عارضها دي نفس الاسعار. تمام. بصوا كده معانا. كده 200 جنيه. كل ده ب 200 جنيه. اي قميص مستورد من دول على 200. في حاجات هواي تاني للي مش عايز يستكم. تمام. الكم بكام معانا؟ ده عامل 200 جنيه. الكم معانا 200 جنيه الهواي. في الوان تانيه عامله 200 جنيه. كل ده ب 200ات زي ما انتم شايفين. كل ده ب 200. ده برضو للي مش عايز يعني ده اسمه اعلى 200 جنيه. ده برضو كل ده ب 200 جنيه. تمام. تسلم ايديك. تمام. معانا عرض تاني برضو التيشيرتات القمر دي. ده كده هواي اسمه جوار. ده هواي. حلو قوي. تمام. تحفه. ده برضو ده اصلا ب 125 جنيه. اصلا النهارده بقى بكام؟ بكام معانا النهارده؟ لا بلاش اظلمك. لا 75 جنيه. لسه كنت هقول والله كنت هقول 75. بصوا ده معانا على 75 جنيه. انا عايزاك تفرد لي ناخد سكرين بس كده. افرد لي اللونين دول جنب ايدك كده قبل ما نرميهم. بصوا اي تيشرت من دول يا جماعه يبقى معانا ب 75 جنيه النهارده. لارج اكس 2. حلو قوي. لحد ال 100 كيلو. ده كله ب 75 جنيه بدرجات الوانه. 5 الوان على 75. تسلم ايديك. تمام. ده اكس لارج. يعني في مقاس اكبر لسه. الخامه قطن. تمام. تسلم ايدك. بصوا معانا ده برضو اوفر سايز. ده اوفر سايز في منه 4 الوان. بصوا كده معانا شكله تحفه. اسود واخضر. تمام. تمام. رمادي واسود واخضر. ده كده الاثنين اكس بتاعه. ده حلو قوي. كتير قوي. تسلم ايديك. ده يجيب معانا 3 مرتاح. وده معانا النهارده بكام؟ ده قطن سنجل لكرا مستورد عامل 150 جنيه. ده ب 150. لف لنا كده يا جرجس. بصوا يا جماعه حاجه قمر ب 150 سنجل. في منه 4 الوان. سنجل لكرا. سنجل لكرا. اسمها سنجل لكرا. تمام. عامل معانا 150 جنيه اوفر سايز. في منه 4 الوان. 4 الوان موجودين. تمام. تسلم ايديك. بصوا معانا برضو التيشيرت ده تحفه. عايز اقول لك شياكه. واخد طبعه من هنا كده عشان تبين. 10 الوان. 10 الوان موجودين منه. رسمه بطبعه مختلفه. تمام. ده برضو الخامه بتاعته مستورده. تمام. تأكيل المصنع. الظهر ساده. بالظبط. الظهر ساده زي ما انتم شايفين. ب 150 جنيه. دي معانا ب 150. لو هياخدوا الاربعه هيبقى ب 500. ب 125 يعني. ادي لون. بصوا الوانه كلها. لا وهياخدوا طبعات مختلفه. طبعات مختلفه. حلو قوي. مفيش طبعه زي كل ده على 125 جنيه داخل العرض. تمام.
حلو قوي. ادي 6 كل ده على 125. وانا لابس لون 7. بصوا كده معانا 8 كل الاسود 8 8 وكل ده معانا يبقى ب 125. انا عارض اكتر من 7 موديلات اوفر سايز. عندنا موديلات كتير. لو في حاجه ما نزلتش التليجرام اتواصل واتس. اللي بيستغل 125 في ب 75. تمام. اللي مسترخص 75 في 150. تمام. تسلم يا جرجس. تسلم. بص اللي جاي ده شكله تحفه. ده بقى تركي. ده تركي لا مصري ولا جزء اول. تمام. ده تيشرت تركي. حاجه نظيفه قوي. تمام. اكتر من 25. ده تركي يا جماعه اصلي حاجه كده قمر. بكام معانا ده؟ هو انا رفيع بس هو مبين التخين. هو اللي صغير. هو اللي صغير. في منه الوان. تمام. وموديلات اكتر. عامل كام ده معانا؟ تركي مستورد عشان اخد سكرين. احنا بنبيعه 250 جنيه وللمتابعين النهارده ب 200 جنيه. دينا ظهره كده يا جماعه. كل ده تركي اصلي يا جماعه. عامل معانا 200 جنيه بالزبط. تمام. انا عايز اقول لكم والله تحفه. امان عليك. والخامه رهيبه. قريبك مشتري القميص بكام؟ لا لا لا. مش هنسمي المسميات منين. لا لا بس جايبه بكام بامانه؟ والله ب 400 وكسور. حرام. وبامانه وبقيت انا زعلانه انه جايبه بالسعر ده. انا بوريه لجرجس فقال لي تحفه تحفه. استنى لنا بقى. كل ده معانا تركي على 200 جنيه. بصوا كل ده ب 200 تركي. بصوا حلو قوي ده. ساده خالص برضو. تمام. دي حاجه كده سيمبل برضو. كل ده ب 200 جنيه تركي. كل الشغل ده تركي. كله. تمام. موديلات بقى. بصوا ده حلو قوي برضو. ده كله ب 200 جنيه تركي اصلي يا جماعه. بصوا كده معانا حلو قوي. ده تطريز وطباعه ب 200 جنيه تركي برضو. بالوان برضو. كل موديل بالوانه. كل ده معانا على 200 جنيه. حلو قوي ده. المقاسات لحد 2 اكس. كل ده معانا لحد 3. كل ده عامل 200 جنيه تركي اصلي ل 3 اكس. اللي جاي ده تحفه برضو. كل ده على 200 جنيه. تمام. بص برضو الالوان الصيفي موجوده. كل ده ب 200 جنيه تركي اصلي. ده الظهر ساده. تمام. حلو قوي. بص كده تحفه. ده برضو على 200. هات لنا الحته الليموني دي. اللون ده جديد قوي معانا يا جماعه. بصوا الوان صيفي. كل ده ب 200 جنيه تركي اصلي. معود الناس ان كل الفئات موجوده. تمام. كل ده تركي اصلي على 200 جنيه. تسلم ايديك. تمام. تدينا ظهر كده نشوفه يا جرجس. بصوا كده الجمال يا جماعه. كل ده تركي اصلي على 200 جنيه. تسلم ايدك. بصوا ده برضو حلو جدا. ده نفس التركي بالظبط بس ده مصنعنا احنا. ده مصنعكم انتوا. بس نفس خامه التركي بالظبط. تمام. واعلى كمان. بس في ناس عندهم عقدة الخواجه فاحنا بنريحهم برضه. تمام. نفس الخامات برضه. ده ساده بالظهر. نفس ده ساده. تمام. حلو قوي. خالص ولذيذ. تسلم ايديك. عاملين عليه عرض النهارده ب 125 جنيه. ب 125 يعني فرق بينه وبين المستورد 75 جنيه. كل ده معانا على 125. ادي 2. تمام. تمام. كل ده ب 125 يعتبر ساده بس في لمسه بسيطه. ادي 3. بصوا كل ده معانا على 125 جنيه. شغل لوكسيات كله يا جماعه. ادي 4. وادي النبيتشي برده. كل ده معانا على 125. ادي 5. وادي 5. كل ده معانا على 125 بالوانه يا جماعه. حلو قوي. ادي 6. الوانه تحفه. حلو جدا جدا. ادي 7. في كمان 3 الوان. تمام. يعني كل ده معانا على 125 جنيه لوكسيات. داخل العرض كم؟ تسلم ايدك. بعد كده الحاجه بترجع لسعرها. تمام. العرض يا جماعه 10 ايام. ده اصلا في الطبيعي القطعه ب 150 جنيه. انما احنا هنبيعه داخل العرض ب 125 جنيه النهارده. ياخدوا 5 برضو؟ 4. 4. اي عرض 4 قطع. 4 يكملوا 500 على طول. ياخدوا بقى من اي حاجه. احنا عندنا هنا اكتر من 2000 موديل. واللي عايز بالقطعه برضو هياخد. هيبقى في فرق سعر بسيط. يعني لو في حاجات عاجباه ياخد بيها سكرينات. بالله عليكم. تيجي تقول فين الشغل العرضين؟ يعني تمام. انا هعرض له كل الشغل ده؟ لا انت لو هتاخدوا سكرين هتسهلوا عليكم وعليهم برضه. تمام. بالنسبه للشحن من هنا لحد اسوان موجود شحن عندنا وبالقطع عادي برضه يا جرجس. حتى لو بالقطعه. تمام. بالقطعه الواحده. بقول لا بلاش قطعه لان القطعه انا ما ببعتش مندوب والشركه مش بتاعتي في الشحن. تمام. انا ببعتها لشركه الشحن والشركه بتاخد عليها. لو قطعه واحده بتاخد عليها 60 جنيه برضه. فانت حاولي تشحني كام قطعه عشان ما تبقاش القطعه غليت عليك. بقى حابه تشحن قطعه مفيش مشكله. تمام. زي ما انتم عايزين. وكل ده معانا قلنا بكام؟ ب 125 جنيه داخل العرض يا جماعه. تسلم ايديك. تمام. بصوا ده معانا برضو اللي هو البيكا يا جماعه. ده بيكا. ده بيكا. في بقى البيكا الساده. حلو قوي. هنشوفها برضو معانا. بصوا ده بيكا. بيكا هواي. هواي بتمشي بقى لل يعني
للاكبر مني عشان لسه صغير. اه لسه جرجس يا جماعه ما كملش 20 ما تقلقوش. يعني مثلا من 35 كده ولفوق. اه بيبقى حلو جدا اللي هو الرجالي. بالظبط كده. تمام حلو قوي. في منه كل الوانه. تمام وده معانا بكام برضو؟ ميديم لارج اكس 2 ده اصلا سعره 250 جنيه. طب وللمتابعين؟ ده ب 200 جنيه من غير عرض. حتى هياخدوها وينسوها. انا واخده منها السنه اللي فاتت تحفه. بالظبط. كل ده معانا على 200 جنيه. في الوانها. الوانها كلها متاحه. ادي 2. تمام. ادي 3. ادي 4. وفي الوان كمان تانية مش معروفه. بص كل دي الوان ليها يا جماعه. 7 8 كل الوانها. كل الوانها. عامله زي رغيف العيش عندنا لان كل الزباين بتحبها. وقلنا دي معانا هتبقى ب 200 جنيه بيكا لحد 2 اكس. تمام تسلم ايدك. بصوا معانا الشغل ده برضو حلو قوي قوي. ده ابو ياقه بس. تمام. مش الخامل بيكا الخامل سنجل لكرا. سنجل لكرا. الياقه سنجل لكرا. حلو قوي. دي في منها تقريبا 10 الوان. ومقاساته لحد كام؟ لحد 2 اكس. لحد 2 اكس يعني انا عايز اقول الظهر مش ساده. تقريبا ال 2 اكس ده هو ده. تمام يعني يلبسني انا. اه يلبس 80 85 وعامل كام ده معانا؟ ده في الطبيعي ب 200 جنيه. تمام النهارده ب 150. تدور لنا كده يا جرجس. بصوا يا جماعه الجمال ده كله على 150 جنيه سنجل ليكرا يا جماعه الشيكه. منه مطبوع من ورا وفي منه مش مطبوع ساده. كل ده معانا على 150 جنيه يعني موديلات كتير. مظبوط. وكل موديل بالوانه. ده موديل. كل ده ب 150 ده موديل تاني. تمام 4. كل ده معانا على 150. تمام تسلم ايديك. كمان 6. حلو قوي. 7 8 ودي موديلات بالوان. اه وفي كمان لونين يعني وفي لونين. حوالي 12 لون. حوالي 12 لون بموديلاتهم يا جماعه. سنجل لكرا الظهر مطبوع تحفه. طبعا انا مش عايز انبه ان كل الموديلات في منها مقاسات كبيره. تسلم ايديك يعني كل ده معانا قلنا على 150. هنعمل فيديو للمقاسات الكبيره بس. اه يعني تمام هعمل لكم فيديو بيك سايز. ايه الجمال ده؟ كام اكس ده معانا ده؟ ايه يا جرجس؟ بص ده كده هيجيني. انت رايح فين يا جرجس؟ هيجيني عبايه. بلاش لا يطلع موضه يا جرجس. ممكن. بصوا بصوا يا جماعه بصوا ولا وايه حاجه. كام اكس ده يا جرجس؟ ده 14. ده 14. انا عايز اقول لكم الوسع ما شاء الله. بصوا قميص نفس المقاس. تمام الفيديو اللي فات. اه الفيديو اللي فات لو عايزين الفيديو اللي فات فيه بيك سايز كتير هسيبه لكم في اول تعليق. بصكم للمقاسات الكبيره. بصوا حلو قوي قوي. وده معانا ده اللي هو ال 14 اكس. تفاصيل للمقاس ده. تمام. وصال للمقاس ده وفي شراويل للمقاس. وده سعره كام؟ ترنجات للمقاس. قبل ما نقلعه سعره كام ده؟ ده انا ببيعه ب 300 جنيه المقاس ده. ده ب 300. ده ب 250. ده ب 250. الخامه الخامه سنجل لكرا. الخامه سنجل لكرا يعني يا جماعه. بتاخد يعني ورينا كده بعد اذنك. حلو قوي قوي. ودي معانا هيبقى النهارده ب 250 لحد 14 اكس. دلوقتي الرخيص بقى نفس سعر الغالي. تمام ما بقاش في وسط. بجيب خامه تتلبس. تسلم يعني مش خامه ممكن يدفع فيها 150 ويلبسها لابسه وتبوظ. تمام خصوصا في الحاجات الاجسام الكبيره. تمام بيحبوا الخامه تكون كويسه علشان تريحهم في التلبيس. ده قلنا هيبقى ب 200 ولا ب 150؟ 250 جنيه. تمام اكبر من ال 5 اكس. تمام ده ب 250. اه عندي حاجات ثانيه. تمام برضه سنجل لكرا في منها لحد 5 اكس. ده لحد 5 يعني ده 4 مثلا في كمان مقاس اكبر. وده عامل كام؟ ده عامل 170 جنيه كان ابانوب عرضه الفيديو. تمام ده لحد 5 اكس ب 170 جنيه. انما اللي جرجس لابسه ده لحد 14 اكس. ده لحد 14 عامل معانا 200 جنيه. تمام تمام تسلم ايديك. عندنا من 3 اكس في الخاص لحد 14 اكس اللي انا لابسه اهو. تمام تسلم ايدك يا جرجس. تمام في منه. تمام برضه ابو ياقه. ابو ياء. لحد كام اكس؟ لحد 5 اكس. بصوا كده معانا. بص برضو لحد 5 اكس عامل كام؟ ده 250 جنيه. ده ب 250. بس الخامة بقى. خامات تحفة يا جماعة. أنا ما بتكلمش عن الخامة عند البيت السوداني لأن الشغل بتاعه تحفة. للي عشان اللي بيشوف. وده معانا ب 250. عارف ده 250. ده ب 250 لحد 5. من 14 لحد 5. لحد 5. تمام. نيجي بقى لل البولو الناس بتدور عليه كلها. هو الحاجه بتاعه كل الناس. تمام محدش بيختلف عليه. حلو قوي. الكبير بيلبسه. تمام ده عندي فيه منه ميديوم لارج اكس 2. تمام 3 4 5 6 8 10 يعني ده موجود منه لحد 10 اكس. لحد 10 اكس. حلو قوي. برضه حته 10. تمام شكله مشروع. في منه اكتر من 10 الوان. تمام حلو قوي. بس الخامه بتاعته قطن. قطن. في خامات تعبانه خالص. دي خامه محترمه خالص. دي قطن يا جماعه. دي خامه محترمه. بيكا القطن. وده معانا بكام النهارده؟ من ميديوم لحد 2 اكس 150. تمام. من 3 ل 5 170. من 6 ل 10 200. يعني موجود معانا. بس حته محترمه. موجود معانا لحد 10 اكس ب 150 جنيه اول مرحله، تاني مرحله ب 170، تالت مرحله ب 200 جنيه برضه بالوان. الوانها برضه معايا. بصوا كده الالوان. ادي 2. كل ده اللي هو ب 150 جنيه البيكا يا جماعه. وموجود منه المرحله الوسط على 170 والكبيره على 200. 8 الوان وفي لونين كمان. تسلم ايديك. 10 الوان. تمام.
لا بصوا بصوا الفرق ده 10 ده ال 10 اكس ده 10 اكس يا جماعه طول وعرض ما شاء الله الطول ده بيدي مع بيدي وسع معاكم بس عشان جرجس رفيع في كل الالعاب لا حلو انا قوي. لا انا بقول عشان رفيع وطويل لو انت تخين كان رفع لفوق شويه أيوة حلو قوي ده قلنا ال 10 اكس ده بيكا 10 اكس ب 200 جنيه وبجيب اهم حاجه في الثاني برضو البولو الثاني ما كانش فيه جيب بتحب الحاجات هي رجالي رجالي معمول خصيصا للاجسام الكبيره تمام حلو قوي التصميم ده احنا مصممينه مخصوص وبرضو الوانه كلها متاحه كل الالوان متاحه تسلم ايديك تمام تمام بصوا معانا برضو الشغل ده تيشرت كده برضو يعني ايه سعره كويس عامل 60 جنيه ده ب 60 جنيه ده حلو قوي ده بقى يعني اللي مش عايز الحاجات الغاليه اللي عايز حاجات هاديه ده معانا ب 60 جنيه ده سمر ميلتون الظهر بتاعه فوطه برضو حلو خالص الظهر حلو قوي افرد لنا كده بعيد عنك كده نشوفه كل ده لا افرد جي عادي كل ده معانا يا جماعه ل 60 جنيه يلبس 3 اكس اتنين حلو قوي بصوا بالوانه يا جماعه كل ده معانا على 60 جنيه عند اللي قلنا يا جرجس بصوا كده معانا كل ده معانا على 60 جنيه تسلم ايديك تمام بالوانه برضو تعبتك معايا وشكرا جدا عايز اقول لكم ان انا ما جبت الشغل الموجود كله في شغل هنا بناطيل في ترنجات في شغل كتير جدا موجود في المكان في اولادي بكل مراحله في تيشرت اولادي في ترنج اولادي في بنطلون اولادي في فيست اولادي في ترنجات البس داني عنده كل الحاجات تمام احنا لسه منزلين فيديو ملهوش يومين ثلاثه بس انا حبيت النهارده هسيب لكم لينكو لو عايزينه برضو في موديلات غير اللي احنا عرضناه خالص انا حبيت النهارده اسلوبهم علشان تشوفوا شكل الحاجه تسلم وتعبتك معايا يا جرجس العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى للعنوان احنا دلوقتي واقفين قدام ممر الجوهري في شارع الجيش في العتبه اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه ولو جايين من اتجاه محطه مترو العتبه هتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اول كوبري الازهر زي ما انتم شايفين ده اول شارع الجيش مشهور ومعروف جدا في العتبه اول ما تنزلوا من المترو اسالوا عليه هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما توصلوا عند جمبري العتبه بصوا هعمل لكم زوم برضو ده جمبري العتبه اللي انتم شايفينه قدامكم ده احنا هندخل الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري ده لو انتم جايين يا جماعه من اتجاه محطه مترو العتبه ولو جايين من محطه مترو بقى باب الشعريه هتيجوا من الاتجاه التاني اللي انتم شايفينه ده هعمل لكم زوم برضو محطه مترو باب الشعريه في الاخر عند العماره البيضاء اللي انتم شايفينها دي محطه مترو باب الشعريه اول ما هتخرجوا منها هتلاقوا نفسكم اصلا في شارع الجيش هتفضلوا ماشيين ومكملين هتعدوا مول سيبس وتسالوا برضو على جمبري العتبه هتخشوا الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري بصوا هتوصلوا عند جمبري العتبه وتدخلوا الشارع اللي جنبه ده اسمه ممر الجوهري انا بديكم العنوان بالتفصيل عشان ما تسالوش اي حد خالص واطلعكم المكتب بكل سهوله هندخل مع بعض كده في الممر ده ونفضل مكملين واي علامه كده مميزه هتقابلنا وريها لكم برضو هنفضل ماشيين ومكملين في اول الشارع كده هتلاقوا قصر العز اللي انتوا شايفينه ده هنكمل ونمشي بعده برضو تاني كده العنوان سهل جدا ومش هتحتاجوا تسالوا حد لانه مش جوه شوارع كتير ويعتبر على الشارع العمومي بتاع شارع الجيش وهيقابلنا كمان هنا بقى ده محل التوحيد احنا هندخل من الشارع اللي جنبه على طول يعني بصوا ده محل التوحيد هندخل الشارع اللي جنبه ده على طول وهنطلع مع بعض اول باب عماره يمين يقابلنا اللي هي عماره الجوهر يا جماعه تحت الشيخ عزب بتاع الشرابات ده مشهور جدا في قلب العماره دي يعني اسالوا على عماره الجوهري او العماره اللي موجود فيها الشيخ عزب بتاع الشرابات هنطلع مع بعض كده للدور الثاني علوي ادي اول دور طلعناه معاكم زي ما انتم شايفين العمارة تعتبر كلها يا جماعة جملة بس البيت السوداني هيدينا قطاعي بسعر الجملة ودي الميزة اللي مميز بيها متابعين قناة يوميات مكة اول ما نطلع الدور التاني علوي كده هنحوت شمال على طول هنلاقي في الوش كده البيت السوداني ده اللي عملنا منه الجولة النهاردة وهتاخده بنفس اسعار الفيديو ما تنسوش تقولوا ان انتوا تبع قناة يوميات مكة عشان تاخده بنفس اسعار الفيديو بحبكم في الله ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير